عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أيمن أغادزة، طالب السنة الثانية من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. اليوم كانت عندنا واحد الندوة منظمة من طرف الإدارة ديال المدرسة ديالنا اللي كانت على بخصوص المقاولات والانفستيسمون في جهة فاس مكناس. واحد الندوة اللي كانت انتيريسونت واللي كانت مفيدة لنا وحنايا بزاف أون طونك طالب أون طونك فيتور كادر ودي فيتور ماناجر اللي غنخرجوا للسوق الشغل. وكانت عندنا واحد عطاونا واحد ليده زوينه على شنو كيتسنانا من بعد، شنو خصنا نديفلوبي وكطلبه باش نكونوا كومبيتون باش نقدروا حتى حنايا نديروا مقاولات ديالنا. وكانوا متدخلين، كان حضروا دي زانفيتي ومتدخلين اللي كانت عندهم واحد اللي عطاونا واحد لا فالور اجوتي اللي غتنفعنا ان شاء الله كاملين. وشكرا.